صحة وسعادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صبحكم الله بالنور والسرور. صباح الخير والإشراق على دولتنا الغالية الإمارات وعليكم أعزائي المستمعين، وأهلا بكم ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الإذاعي صحة وسعادة الذي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع إذاعتكم المفضلة إذاعة نور دبي. يسعدنا تواصلكم وتفاعلكم معنا ومع ضيوف حلقتنا لهذا اليوم على الرقم 600551414 أو من خلال الرسائل النصية القصيرة 6004. ولكم مني أطيب التحيات، محدثتكم أسماء الجناحي. وفي حلقتنا لهذا اليوم عندنا مجموعة من الفقرات الشيقة والممتعة والمفيدة، وبنتكلم عن آخر الأخبار والدراسات العلمية والعالمية، وكذلك آخر مستجدات قنوات التواصل الاجتماعي. وعندنا فقرة مهمة عن التحضير الصحي للوجبات الغذائية في شهر رمضان، وفقرة ثانية عن مرض القلب أو مرض القلب وصيام شهر رمضان الفضيل. خليكم معانا خلال الساعة الجاية وراح نتكلم عن كل هالمواضيع. وني نتكلم عن خبرنا اليوم وعنوانه يقول أصحاب الأمراض العقلية قادرون على التعافي. يقول الخبر: توصلت دراسة جديدة نشرت في مجلة Clinical Psychological Science إلى أن العديد من الأشخاص الذين عانوا من مرض عقلي قادرون على التطور والازدهار وعيش حياة عالية الأداء بعد التعافي. وركزت الأبحاث السابقة حول أمراض العقلية في الغالب أو في الغالب على المزاج المزمن والمتكرر والقلق واضطرابات تعاطي المخدرات التي تمنع الناس من الازدهار والاستمتاع بالحياة. وقال الباحث في جامعة جنوب فلوريدا والمؤلف الرئيسي للبحث ديفن دروف: يخبرنا بحثنا عن عدد الأشخاص الذين يمكنهم التعافي من مرض عقلي والاستمرار في تجربة حياة تتمتع بمستويات عالية من الرفاهية والأداء والأداء الوظيفي. وأضاف ديفن دروف: على عكس الحكمة السريرية التقليدية، ووجدنا أن الأمراض العقلية واضطرابات تعاطي المخدرات قد تقلل من إمكانية الازدهار ولكنها لا تمنعها. ووجد الباحثون أن وجود نواه أطول من المرض العقلي أو الإصابة بأمراض عقلية متعددة في حياة المرء يقلل لكنه لا يلغي من فرصة الازدهار. وهذا يعطينا مثل نقول بصيص أمل جديد، يعني غالبا الأشخاص اللي يكون عندهم بعض أو بعض الأمراض العقلية دائما يحسون أنهم خلاص يعني ما في فايدة وما في أمل وغيره، لكن ما في شيء اسمه ما في أمل، ما في شيء اسمه مستحيل، وكله يعتمد علينا نحن كأشخاص. نحن قادرون على التعافي، نحن نقدر نتخطى كل التحديات اللي موجودة عندنا في حياتنا، لكن دائما نحتاج الدعم الطبي أو الدعم من مختص. ودائما أكد أن نحن إذا محتاجين أي إذا عندنا أي مشاكل أو عقبة صحية أو نفسية أو عقلية نحتاج إلى الذهاب إلى مختص وليس قنوات التواصل الاجتماعي وليس أيضا أشخاص الغير مختصين، لأنهم ممكن يزيدون الأمر سوءا وما يساعدونكم. الأفضل دائما نشوف المختصين أطباء الموجودين ونتواصل معهم. وعن نتكلم عن قنوات التواصل الاجتماعي، بناخذ المستجدات اللي كانت خلال اليوم الأول 24 ساعة الماضية. من ضمن الأشياء كنا عرضين في قنوات التواصل الاجتماعي أسماء الفائزين في هاكاثون مستقبل الصحة واللي كان في فبراير الماضي. الأسماء الفائزين هم دكتور دنفير يدقر، سحر مسعود شعبان، ومحمد رحاحلة. نتمنى لهم ونبارك لهم ونتمنى لهم كل التوفيق في مشاريعهم. أيضا من ضمن الأشياء اللي كنا حاطينها في قنوات التواصل الاجتماعي بمناسبة يوم الصحة العالمي اللي كان يصادف 7 أبريل، كنا مركزين على الفحوصات الدورية. الفحوصات الدورية وقاية وحماية، مو بس لك أيضا لعائلتك. يمكنك الحصول على استشارة طبية من خلال خدمة طبيب لكل مواطن
أو من خلال حجز موعد مسبق مع طبيب الأسرة في مراكز الرعاية الصحية الأولية معا لنحافظ على صحتنا بشكل أفضل. هذا النشرة اللي كانت مكتوبة، طبعا كان هناك فيديو، لكن بقول لكم تجربة شخصية صارت لي. أنا من الأشخاص اللي دائما نسوي فحص الدوري، خصوصا في شهر رمضان، دائما نحن صايمين، فأسير فحص الدوري دائما في شهر رمضان. من ضمن الأشياء اللي أنا دائما أصور في قنوات التواصل الاجتماعي إني أنا سارة أسوي الفحص وغيره، بعض الأشخاص اللي كانوا يتابعوني وراحوا سووا الأفحاص سووا الفحص الدوري، بعضهم اكتشفوا إنه كان عندهم مشاكل في الغدة الدرقية، والحمد لله إنهم تفادوها وقدروا إنهم يعني يبدون العلاج قبل ما إنه يتفاقم ويوصل لمرحلة إنهم ما يقدرون يتعافون منها او ان بيكون العلاج فيها صعب. وفعلا كانت المرحله وايد صعبه لدرجه ان عادلهم الفحص مرتين، وهذا كله لانهم صاروا فقط ان سووا الفحص الدوري. لذلك نحن دائما مو بس نقول ان انتم سووا الفحص الدوري، ايضا شجعوا الاشخاص، لان يعني انا احس اني انا سعيده لان شخص تاثر من نشره انا حطيتها في قنوات التواصل الاجتماعي وراح وسوى الفحص واكتشف انه عنده مشكله صحيه، والحمد لله انهم الحين بصحه وعافيه. دائما العلاج المبكر سهل وسريع، غير لما الموضوع يصير متأخر ويكون العلاج اصعب واطول. لذلك ننصحكم دائما بالفحوصات الدورية، تقدرون تاخذونها خلال استشارة من خدمة طبيبك المواطن وتروحون المركز يسوون الفحص. وطبعا الطبيب يقول لكم الفحوصات اللي تحتاجونها حسب العمر وحسب التاريخ العائلي، لذلك الاستشارة الطبية مهمة في هذا الموضوع، وهي اصلا يعني بداية الطلب يكون عند طبيب الأسرة. لذلك خذوا استشارتكم اما من خلال خدمة طبيبك المواطن او من خلال اخذ موعد في المركز، ونقول لكم مثل ما نقول الوقاية خير من العلاج، والبداية أفضل من إن الواحد يوصل لمرحلة ما يقدر يتعالج منها. لذلك بادروا، ودام نحن شهر رمضان وأرضي صايمين استفيدوا من الصيام بعد. وأيضا من ضمن الأشياء اللي حطيناها في قنوات التواصل الاجتماعي وكان فيها تفاعل وايد كبير، خصوصا من هالجميرة وهالأمز جيم، كنا حاطين نشرة تشويقية عن أحد مراكز الرعاية الصحية الأولية اللي بيكون في أحد المنطقتين اللي تكلمت عنهم. شو هو المركز؟ شو اسم المركز؟ تقدرون تشوفونه في قنوات التواصل الاجتماعي. عشان تشوفون نشراتنا تقدرون تتابعونا من خلال حساب الهيئة اللي هو في انستغرام وتويتر DHA_Dubai، أو من خلال القنوات الثانية اللي هي دبي هيلث اثوريتي. تقريبا نحن خلصنا الفقرة الأولى لبرنامجنا اليوم، ونروح فاصل ونرجع لكم مرة ثانية في فقرة التغذية، تموا معانا. صحة وسعادة. تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. صحة وسعادة. رجعنا لكم مرة ثانية أعزائي المستمعين، وفقرتنا الآن فقرة التغذية الصحية، ونقول في شهر رمضان من المهم بالنسبة لنا التغذية السليمة. هو إعداد وجبة صحية تعزز مناعتنا، مو بس إن نحن يعني نقدر نكسر الصيام، لكن أيضا نحتاج تعزيز المناعة في شهر رمضان، وتكون في الوقت نفسه مفيدة ومناسبة للظروف الصحية للحالات المرضية والتي تخص أحد أفراد الأسرة. دائما نقول وجبة الإفطار حلو لما نكون كنا قاعدين مع بعض، والحلو أن نحن كنا ناكل تقريبا نفس الأكل، والأكل الصحي يساعدنا أن نحن كنا نكون موجودين وناكل نفس الأكل بدون ما أن واحد يحس أنه فعلا مريض، أنه أكله غير عن الباقين. لذلك موضوع فقرتنا اليوم ونتكلم فيه عن هذا الموضوع، ومعانا الأستاذة ثريا عوض التميمي، اختصاصية التغذية السريرية في هيئة الصحة بدبي. حياك الله دكتورة. كيف حالك؟ شو اخبارك؟ الحمد لله. مبروك عليكم الشهر. الله يحفظك، مبارك علينا وعليك يا رب. امين يا رب. استاذ، نتكلم في البدايه عن شو يعني التحضير الصحي للوجبات الغذائيه في شهر رمضان؟ نحن طبعا اول شيء مثل ما تفضلت يا اختي، نحن لا يخلو بيت من كبار المواطنين، الله يعطيهم الصحه والعافيه، واذا كان هم موجودين معناته لا تخلو سفره من الاطباق الاساسيه الموجوده ومنها الاطباق الشعبيه.
طبعا التحضير الصحي للأغذية نحن مو بنقتصر على أطباقنا الأساسية، نحن نقتصر حتى يعني الأطباق الشعبية اللي نحن نحضرها ممكن نحضرها بطريقة صحية. اليوم أنا شوي بتطرق أو بركز على الأطباق الشعبية كيف نحضرها بطريقة صحية، على أساس أنها هي تعتبر يعني في السفرات اللي موجودة في رمضان يعني مستحيل يكون طبق أو طبقين مش موجودة على السفرة. فنحن نحضرها بطريقة صحيحة. إن شاء الله بتكلم عن اليوم عن الهريس، عن الفريد، عن الليقيمات، عن الساقة، اوه وكيف هالاشياء نحضرها اللذيذة. بطريقة صحية. من يوبركم شوي اليوم سامحونا. طبعا معظم هاي الأطباق أختي الشعبية مكوناتها أساسية، تتكون من الطحين أو القمح أو الأرز، الخبز، اللحوم، الخضار، تحتوي على الفيتامينات والمعدن، وكانوا قبل يستخدمونها شوابنا قبل عشان تمدهم بالطاقة لأن يحضرونها في رمضان وتسد جوعهم وتسد حاجتهم وتعوضهم المجهود اللي سووه في طول النهار. طبعا هي منتشرة في دول الخليج، وطبعا تحتوي سهلة التحضير. نتكلم نحن اليوم عن الهريس مثلا، وجبة الهريس طبعا وجبة لذيذة تحتوي على حبوب القمح المهروس مع اللحم، وطبعا نحط شوي فوقه دهن خمير. تتوقف قيمته الغذائية للهريس على كمية اللحم المستخدمة. حبوب الهريس تكون منزوعة القشرة، نحن كل يمكن المعظم يتحرى انه اوريدي هو عالي في الألياف، ولكن لا هو قليل في الألياف او نسبة الألياف فيه قليلة لان القشرة هاي منزوعة. يعتبر اسهل هضما للكثير من احسن من الأطعمة الشعبية الأخرى، مفيد لكبار السن والصغار، ويمكن حتى الأطفال اللي الربع يعطونهم إياه في الشهر التاسع أو أكثر أو العاشر، بشرط أن يكون خالي من السمن والبهارات. مصدر جيد للنشويات ويحتوي على نسبة جيدة من المعادن. الحين نحن كل ما زادت لنا كمية اللحم الموجودة ارتفع البروتين اللي فيه، بالتالي ترتفع قيمته الغذائية. ننصح دائما بتقليل كمية تقليل كمية السمن الحيواني أو الدهن الخنين، أو حتى عدم إضافته تكون أفضل. ولكن الهريس لازم يباله شوي صالق من فوق، اي والله يباله. بسيطة جدا. اللمعة محتاجينها. هي محتاجينها نحطها بشكل بسيط جدا عشان ما نزيد السعرات الحرارية اللي فيه. يوم نحن نحضر الهريس طبعا يحتاج لفترة طويلة يتنقع في ماي لفترة طويلة. يوم يتنقع في الماي هاي يفقد من فيتاميناته والأملاح المعدنية. فنحن ننصح دائما أن يوم بتنقعونه نقلوه في ماي عادي مش في ماي فاخر، عشان على الأقل يحافظ على بعض الفيتامينات والأملاح. بعض الأسر تتفنن في تحضير الهريس حاليا، يعني يحطون عليه طماطم، يحطون عليه روب. كل ما تزيدين فيه أي مادة غذائية كل ما ترفعين من قيمته الغذائية. إزالة جميع الشحوم واللحوم قبل الطبخ يكون وايد مهم جدا عشان نقلل من نسبة الدهون والكوليسترول والسعرات الحرارية اللي فيه. كوب واحد من الهريس يحتوي على 152 سعرة حرارية، يحتوي على الدهون 3 جرامات، ويحتوي على الكربوهيدرات تقريبا 21 جرام من الكربوهيدرات، يحتوي على معادن ما شاء الله فسفور، يحتوي على كالسيوم، الألياف تقريبا 1 جرام من الألياف. ننتقل إلى الفريد. أختي تحبين الفريد ولا؟ كل المأكولات الشعبية أحبها، بس أوكي. مشكلتها ساعات تجيب لنا حارج شوية، أتوقع طريقة التحضير تأثر. أيوة، الحين إحنا بنتكلم عن الفريد. طبعا الفريد يعني انذكر في بعض الأحاديث النبوية، كانت أحب الطبخة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. طبعا قبل كانوا يحضرونه بس من اللحم، الحين لا، يحضرون من الدياي، من الخضروات. مكونه الأساسي هو الصالونة وهو الخبز الرقاق. طبعا الخبز الرقاق اسهل في التحضير عن الخبز الثاني، ممكن احنا نسويه بطحين البر، يعتبر طبعا قيمته الغذائيه تكون عاليه. الصالونه اصلا تحتوي على نسبه كبيره من الماء والخضروات، وهذا يحسسنا شعور بالشبع اذا انت كلتي. اذا اخذتي الفريد وحطيتي عداله سلطه وحطيتي عداله 3 فردات تمر، هاي تعتبر وجبه غذائيه متكامله. ننصح دائما في تحضيره عشان يكون صحي اكثر ان احنا نزيد فيه خضروات منوعه مثل الباميه والكوسه والفليفله، هاي ترفع من قيمته الغذائيه. واذا كنا نحن نبغى نستغني عن اللحوم وعن هالاشياء، ممكن نضيف بقوليات اخرى كتعويض للبروتين مثل اللوبيا مثل النخي، كيكون تعويض للبروتين الاخر. ممكن هذا يفضل حق حتى النباتيين. نعم، او حتى في ناس يعني عندهم الكوليسترول او شيء ما يبون ياخذون اللحم، ممكن ان يعوضونه بالبروتينات الاخرى البقوليات. لازم نحن نزيد الشحم قبل الطبخ بالنسبه للشحوم اللحم، او يلد الدياي قبل ان نحضر الصالونه. الحين الصالونه نحن مثل ما تعرفين اختي طريقه السلق هي تعتبر طريقه صحيه صح؟
صح. فإذا نحن سوينا سلق للحم أو الدياي، نحن يوم السلقة خلاص تطلع الدهون اللي فيه وتتم في الماء. شو نسوي في الماء أختي؟ نحن نسويه منه صالونة، وبالتالي اللحم الشحوم تكون موجودة فيه والدهون. نحن أفضل طريقة لتحضير الصالونة نتخلص من هذا الدهن الماء المسروق، ونستخدم ماء جديد ونحط الخضروات ونحط فيه كل شيء، وبالتالي تكون الصالونة صحية ما فيها حارة أختي، بيكون فريد تمام. أوكي. الكوب الواحد من الفريد يحتوي على 214 سعر حراري، ومن الدهون 7 جرام، ومن البروتين 13 جرام، ومن الكربوهيدرات 24 جرام. طبعا يحتوي على فيتامين جي، يحتوي على الفسفور، يحتوي من الألياف 1.2 جرام من الألياف. نحل يا حينا أختي ولا الجيمات؟ لازم الجيمات مهم. الجيمات الطبق الجميل ذو رائحة مميزة وطعم جميل. طبعا هو منتشر في دول الخليج ومنتشر في المناطق العربية، يسمونه حد لقمة القاضي، حد يسميه العوامة. يتكون من الطحين ومن الخميرة، من السكر ومن الزيت. الجيمات تحتوي على نسبة قليلة من البروتينات وعالي جدا في الدهون، لأن نحن نقلي مصدر جيد للنشويات، وكل ما نحن استخدمنا الطحين المدعم يسمونه المضاف للفيتامينات والمعادن، ممكن نحن نرفع قيمته الغذائية. إذا استخدمنا العسل أو الدبس بعد نرفع قيمته الغذائية. التحضير الصحي له ما شيء لقيمات مشوية ولا شيء في الإير فراير، لقيمات لازم تقلع. كل بسألت هي لازم تقلع، ما في أي حل ثاني. فنحن إذا كنا بنرفع قيمة الغذائية مثل ما أنا ذكرت، نضيف دبس أو عسل بدال الشيرة اللي يسوونها، هي محلول السكر طبعا بالماء والشكر، نضيف الدبس أو العسل. هذا طبعا فيه أملاح، فيه فيتامينات ترفع قيمة الغذائية. أما الناس اللي مصابين بالسكري طبعا نحن نقولهم نحاول يعني يحاولون أن ما يضيفون هالأشياء، لأنها طبعا ترفع السكر. أو ما نمزعي أستو ها؟ ما نمزعي ما لمزه، ونضيف شيء بسيط جدا، يعني كل ما نحن نقلل الكمية يكون أفضل. وعشان نقلل نسبة الدهون في القيمات، عقب ما نقليه لازم نحط أوراق هاي المناشف الورقية اللي تمتص الدهون بقدر أكبر، يعني ما نحطها وعلى طول ناكلها، على الأقل نقلل من الدهون اللي هي امتصتها أثناء القلي. الحين قامت الريسيبي تتغير، قاموا يضيفون الروب، يضيفون الجبن للعجينة. كل ما نحن ضفنا هالأشياء بس تكون قليلة الدسم، نحن نرفع قيمة البروتين أو نرفع نسبة البروتين الموجودة فيه. لكل قطعة واحدة من الجيمات تحتوي على 41 سعرة حرارية، على الدهون 1.4 جرام، على الكربوهيدرات 6.6 كربوهيدرات، وطبعا مثل ما قلنا ما فيها فيتامينز، ما فيها أي معادن، حتى الألياف ما فيها. فنحن إذا كنا نبقى نحاول قدر الأمكان، طبعا قبل كانوا يسوون اللقيمات فقاع اللي هم كبار يعني يعتبرون، الحين نحن نقدر نسوي اللقيمات بطريقة صغيرة بأحجام، كل ما نقلل من حجمها يكون أفضل. في مجال نرمس عن الساقة ولا نقول النصائح؟ لأن نحن تقريبا عندنا كم من دقيقة، بس إذا عندنا دقيقة واحدة حق الساقة ممكن. أوكي. الساقة بنقول على السريع، الساقة وهي كلمة هندية طبعا تطلق على حبوب الساقة، وهي حبوب الدخن. يصنع من الساقة واللي يتكون منه حبوب الدخن والسكر والهيل والمكسرات. للأسف الشديد هذا غذاء فقير جدا في القيمة الغذائية، ما نقدر نعطيه لأهالي والكب وكبار السن لأن يسد شهيتهم يعني عن الأغذية الأخرى اللي مفيدة أكثر. قيمة الغذائية تعتمد على وجود المكسرات أو عدم وجودها. الطاقة أو السعرات الحرارية تعتمد على إضافة السكر. نحن كيف نحضره بطريقة صحية؟ ممكن نحن نضيف الحليب فيه، إذا ضفنا الحليب يعني يعتبر كأنه مشابه للمهلبية تقريبا، فنضيف حليب قليل الدسم أو خالي الدسم، وبالتالي رفعنا قيمة الغذائية. الحين كمان نشوف أشخاص يحطون فواكه بعد. أيوه، نحط الفواكه، نحط عليه المكسرات مثلا، المكسرات طبعا عالية بالفيتامينات والمعادن. ممكن نستخدم العسل بدال ما نستخدم السكر العادي. لكل كوب من الساقة ويحتوي على 315 سعرة حرارية، يحتوي على الدهون 5.5 جرام. وللناس المصابين بالسكر أرضيهم يركزون في هالشيء، يحتوي على الكربوهيدرات 63 جرام من الكربوهيدرات، يعتبر عالي في الكربوهيدرات، فلازم يحاسبون في تناول الساقة. أحس خلاص ما بأكل ساقة. لا تلي بس بقدر بسيط. نحن دائما نقول واحد ما يحرم نفسه حتى اللي عنده أمراض، ولكن نقنن يعني نذوق شوية بس، يعني بعض الأشخاص اللي يذوقون صحن.
من كل بستان باقة، من كل بستان زهرة مش باقة. زين اني عندنا استاذ ثريا تقريبا باقي لنا شيء مال دقيقه دقيقتين، اذا شو النصائح اللي تقدمينها للمستمعين؟ نصائح من اجل تحضير طبق شعبي صحي. اوكي، لازم اول شيء نحرص دائما على استبدال الدهون المشبعه بدهون صحيه غير مشبعه من المصادر النباتيه وغيرها. نستخدم دائما طرق طبخ صحيه، عندنا السلق، عندنا الشوي، عندنا البخار، عندنا الاير فراير، عندنا أجهزة أخرى نقدر نقلل فيها استهلاك الدهون. نحرص دائما على رفع القيمة الغذائية للوجبة المحضرة من خلال إضافة الخضروات، الفواكه، المكسرات، عشان تكون وجبة متكاملة تعطينا العناصر الغذائية اللي نحتاجها. نستخدم دائما النكهات الطبيعية، عندنا الهيل، الزعفران، الزنجبيل، ماي الورد، هاي دائما نضيفها في أطباقنا الشعبية عشان نعطيها قيمة غذائية. نحرص دائما على تقليل حجم الحصة، نستخدم القوالب الصغيرة، نستخدم أجهزة صغيرة عشان نحن نقلل من استهلاكنا للمادة الغذائية. دائما نحن ننزع الشحوم من اللحوم قبل الطبخ، وتساهم في تقليل الدهون. نستبدأ البدائل الصحية للسكريات ونقلل من استهلاك الملح والسكر. وفي النهاية عدم تكرار الأطباق، مو 30 يوم 30 يوم فريد 30 يوم هريس، لا، نحاول نكر ان ننوع في الاطباق عشان نقلل من استهلاكها. واستمتعوا في رمضان وخذوا ولكن بكميات بسيطه، وكل عام وانتم بخير. وانت بخير يا رب. مشكوره الاستاذ ثريا عوض التميمي، اختصاصيه التغذيه السريريه في هيئه الصحه بدبي. العفو. مثل ما قلنا، استكلوا ولكن باعتدال الأكل الصحي، حتى لو كان الأكل الصحي كله ولكن باعتدال. كبنا صحي وبيعين حنا ناكل كمية كبيرة. والحين روح لفاصل ونرجع لكم مع فقرة ثانية وخاصة بأمراض القلب. تموا يانا. صحة وسعادة. حياكم الله ورجعنا لكم مرة ثانية في حلقتنا اليوم، هاي الفقرة الأخيرة لبرنامجكم صحة وسعادة. إني ناخذ مجموعة من النصائح المهمة، دام نحن كنا نتكلم عن التغذية في رمضان، إني مجموعة من النصائح اللي فعلا مهمة في شهر رمضان، ونقول لكم مجموعة من الأشياء اللي لازم تسوونها وتتجنبونها في شهر رمضان المبارك. من ضمنها الحرص، بنبدأ أول شيء بالأشياء اللي لازم نسويها. احرص على البدء بتناول الشوربة وقت الإفطار لتعويض السوائل التي خسرها جسمك وقت الصيام. ونقول أيضا تجنب تناول المخللات والأطعمة المالحة لأنها تسبب الانتفاخ والشعور بالعطش خلال النهار. من ضمن الأشياء أن نتكلم أيضا عن وجبة الإفطار، نقول ابدأ افطارك بقليل، هذا الأشياء لازم تسوونها. ابدأ افطارك بقليل من التمر وكوب من الماء، ثم صلي المغرب لإعطاء فرصة للمعدة للتهيئة للإفطار. نقول من هالأشياء الوايد مهمة، وهي طبعا من السنة النبوية ان نحن نبدأ بالإفطار ونصلي ونرجع مرة ثانية. الكثير من الأشخاص عندهم مشاكل في المعدة أو مشاكل في الجهاز الهضمي خلال شهر رمضان، وهذا من الأشياء اللي بسبب نحن كيف نتعامل أو نكسر صيامنا. من الأشياء اللي نحن نقول تجنبها عند الإفطار المبالغة في تقديم عدد كبير من الأطباق عند الإفطار تجنباً، وهو مو بس تجنب الإسراف. بعض الأشخاص يعني سفرتهم تكون ما شاء الله عامرة، لكن عدد الأشخاص اللي موجودين قليل، أول شيء هذا إسراف، ثاني شيء يسبب التخمة وأيضاً يسبب مشاكل في الجهاز الهضمي. أيضاً من ضمن الأشياء بنقول لكم إياها على السحور، شو الأشياء اللي لازم تسوونها والأشياء اللي لازم ما تسوونها. نقول عند السحور افعل الأشياء اللي لازم تسويها. حاول أن يكون سحورك صحيا يحتوي على العناصر الغذائية الهامة، وفي نفس الوقت ذاته يحتوي على سعرات حرارية جيدة. لكن تجنب تقديم موعد تناول السحور ليكون في وقت مبكر، هالأشياء لازم نحن نتجنبها، أن نخلي موعد السحور ليكون في وقت مبكر من الليل بدل من وقته الطبيعي قبيل صلاة الفجر. كنت دائما نقول
عجلوا الفطور وأخروا السحور. وهاي من الأشياء اللي نحن دائما نشجعها أو نشجعها، وأيضا هي موجودة في السنة، مثل ما نقول أخروا السحور كثر ما تقدرون. أيضا من ضمن الأشياء اللي مرتبطة بالتغذية، دائما نحن في شهر رمضان نهمل موضوع الفواكه الصحية اللي نحن نحتاجها بشكل وايد كبير. وهاي من الأشياء اللي نحن بنعطيكم هاي النصيحة، على الأقل احرص على تناول فاكهة واحدة في اليوم، وهذا عسى تتذكر أن أنت تتناولها بشكل يومي وخلها في وقت مخصص. لكن تجنب الأكثر من تناول الخبز والأرز والأبيض والحلوي والسكر الأبيض والرز الأبيض والحلويات والمعجنات. مثل ما قلنا من شوية، كلوا ولكن باعتدال. أني نقول عند السحور تناول شوربة الشوفان الكامل مع الخضار وصدر دجاج منزوع الجلد ونصف كوب لبن منخفض دسم وذات تمرات وكوبان من الماء هو وجبة مثالية للسحور. نقول ان ايضا من الاشياء اللي لازم نتجنبها في وجبة السحور تناول الوجبات السريعة المليئة بالدهون والسكريات. عند الطهي الصحي، اختر الطرق الصحية مثل ما تكلمنا من شوية للطعام كالسلق والشوي والطهي على البخار، واستخدم أجهزة القلي الهوائية في كثر ما نقدر. ونقول الأشياء لازم نتجنبها قلي الطعام في كميات كبيرة من الزيت، واستخدام صلصات مثل المايونيز والخردل والكاتشب. هذا بالنسبة للأشياء المتعلقة بالتغذية. لكن دائما نحن عندنا أيضا في شهر رمضان مشاكل في الجفاف، ومثل ما قلنا لكم مشاكل في الجهاز الهضمي. فنقول من الأشياء اللي لازم نسويها لتجنب الجفاف، 1 اشرب كمية كافية من الماء 8 أكواب على فترات متباعدة من الإفطار إلى السحور. بعض الأشخاص يؤجل شرب الماء إلى وقت متأخر ويكون قريب السحور ويشرب كميات كبيرة في نفس الوقت. نحب نقول لكم أن هذه الطريقة غير صحية للإنسان، وأيضا جسمك ما يستفيد من كمية المياه، وقد يعرضك أيضا للجفاف. وني الآن إلى مجموعة من النصائح الخاصة بأمراض القلب، وبيكون معانا الدكتور الدكتور أكرم جهاد، استشاري قسم أمراض القلب في مستشفى دبي، يكلمنا عن أصحاب الأمراض المزمنة وشهر رمضان الكريم. واليوم بركز على مرض القلب. حياك الله دكتور. حياك الله، صباح الخير، كل عام وانت بخير. حد عايد عليك وعلى المستمعين جميعا، على جميع أهلنا على هذه الأرض الطيبة بمناسبة شهر رمضان المبارك. نسأل الله أن يعيد علينا ليكم جميعا باليمن والبركة. علينا وعليك إن شاء الله دكتور. دكتور، نتكلم بشكل عام، نبدأ عن أمراض القلب وحالاتها الشائعة، وهل كل حالات المرضى القلب تتأثر بالصيام؟ نعم، سؤال جيد. الحقيقة إذا جينا نحكي بشكل إجمالي، أمراض القلب يعني تشمل تحت اسمها عدة أصناف، منها أمراض الشرايين التاجية، أمراض الصمامات القلبية، أمراض قصور أو فشل عضلة القلب، أمراض الاضطرابات في كهرباء القلب، التسرعات منها أو التباطؤات، بالإضافة إلى أمراض القلب الخلقية. الآن إذا بالنظر لموضوع هل يستطيع جميع مرضى القلب الصيام، طبعا بالمطلق لا يوجد شيء نستطيع تعميمه على جميع المرضى، لكن نقول إجمالا معظم مرضى القلب يستطيعون الصيام. نقصد بكلمة معظم هم المرضى الذين يكون لديهم استقرار في الحالة الطبية، وخصوصا في فترة الشهر أو الشهرين السابقين لشهر رمضان الكريم. إذا كان عندهم استقرار في الحالة القلبية، منتظمين على أدويتهم بشكل جيد، في متابعة طبية بشكل جيد، ممكن يسألون طبيبهم، وعادة هذول المرضى يكونوا مؤهلين للصيام. انتين بنتكلم بالنسبة للشهر، شو الأشياء اللي ينبغي على مريض القلب مراعاتها خلال فترة الصيام؟ مثلا في السكري يقولك مثلا افحص كم مرة الصبح، مرة الصبح، مرة كل 6 ساعات، لكن مريض القلب شو الأشياء اللي لازم يسويها عشان ينتبه على نفسه؟
الحقيقة في مجموعة من النصائح اللي هي يعني بنقدمها بشكل عام لجميع الناس وبالأخص مرضى القلب لحتى يتمتعوا بفترة صيام تكون مريحة لهم. أهم شيء بالنسبة للصائمين من مرضى القلب هو طبعا يستفسروا من أطبائهم عن موضوع الأدوية كيف يقدروا يقسموها على فترة الإفطار. ومعظم الأدوية حاليا يعني الحمد لله التطور جيد في مجال العلاجات، فمعظم الأدوية بيكون كافي أن المريض يأخذها مرة واحدة في اليوم أو مرتين بالأكثر، فما بنحتاج أكثر من هيك، وهذا يساعد كثير على موضوع تنظيم الأدوية. مثلا بالأدوية كثير بننبه على المرضى أن يكون موضوع المدرات تبع البول، مثلا لدينا مرضى قصور القلب بشكل رئيسي أو حتى جزء من مرضى ارتفاع التوتر الشرياني يكون جزء من علاجاتهم جزء من أدويتهم أدوية يكون فيها إضرار زائد للبول، تسبب إضرار زائد للبول. هاي الأدوية بنحاول دوما أنه نعطيها للمرضى بعد الإفطار، ونتجنب أن تكون على وجبة السحور عشان ما يكون عندهم فقدان للسوائل في مرحلة الصيام. بالنسبة للنصائح الأخرى المهمة هو أنه على فترة الإفطار يفضل دوما أن تكون الوجبة خفيفة عند بداية الإفطار. ممكن يأخذ مثلا صحن شوربة خفيف، ممكن سلطات، تمر، تنويع من هذه المجموعة بشكل خفيف، بعدين يعني ممكن يقوم بالصلاة التراويح، وبعد صلاة العشاء يرجع يتابع عاد وجبة الإفطار تبعه. فعمليا كأنه قسمنا احنا الإفطار على مرحلتين مشان ما نسبب امتلاء المعدة بشكل سريع وبالتالي نشكل عبء قلبي إضافي على موضوع القلب، فبيصير آلام بسبب انتفاخ المعدة بالإضافة للجهد القلبي بسبب يعني وجبة كبيرة في بعد صيام طويل. يعني هذول أهم الأمور اللي ممكن ننصح فيها. وطبعا بالنسبة للسحور كمان إنه ما يكون متأخر، ما نريد المريض يروح يتسحر وينام مباشرة، لا، يفضل إنه يكون السحور باكرا ما أمكن قبل ساعة على الأقل من موضوع النوم. إنزين، نتكلم أيضا دكتور عن الخدمات اللي يقدمها قسم أمراض القلب في مستشفى راشد، وشو نوعية الخدمات المتوفرة للمراجعين والمرضى بشكل عام؟ نعم، يعني بالنسبة لمستشفى راشد طبعا قسم القلب فيه هو أحد الأقسام عالية التخصص واللي تتبع في معالجاتها ما نسميه الإرشادات العلمية الحديثة اللي هي الانترناشنال جايدلاينز. وطبعا معروف أن هذا القسم تم افتتاحه من بداية المشفى، وفي عام 2016 تم اعتماده حتى كأحد المراكز اللي متميزة في علاج الاحتشاءات أو الجلطات القلبية. طبعا هو في عدة خدمات بيقدمها قسم القلب، منها تشمل يعني بدءا من الطوارئ أو الإسعاف، المرضى اللي بيأتون في حالات حادة بنسميها مرضى الاحتشاءات القلبية، اللي هذول المرضى بيتم أخذهم مباشرة إلى إجراء عمليات قسطرة إسعافية لفتح الشرايين اللي مسببة هاي الأزمة الحادة. القسم الآخر هو قسم اضطرابات كهرباء القلب، وهذا الحمد لله القسم يعني بيتم فيه معالجة حالات متقدمة جدا من الاضطرابات الكهربائية القلبية عن طريق الكي الكهربائي، عن طريق زرع منظمات القلب سواء لحالات التباطؤ القلبي أو زرع ما نسميه ببطاريات الصدمة الكهربائية التي تقوم بعلاج التسرعات المهددة للحياة بإعطاء الصدمات الكهربائية. كمان يوجد في المستشفى قسم العيادات الخارجية، تقريبا بشكل شبه يومي يوجد يعني إحدى العيادات القلبية التخصصية في المستشفى بتعالج أمراض القلب بجميع فئاتها، من أمراض القلب الخلقية لدى البالغين أو أمراض نقص التروية القلبية. هناك أيضا عيادة خاصة لمرضى ضعف عضلة القلب في أيام معينة، هناك أيضا عيادة تخصصية في متابعة سيولة الدم للمرضى الذين لديهم دسامات صناعية أو صمامات صناعية مزروعة داخل القلب، بنعطيهم واحد من الأدوية اللي يسمى الوارفرين
فهذا بيتطلب متابعة دائمة لدى هؤلاء المرضى بنسبة الميوعة في الدم، فيتم يعني وصف التحليل لهم ومتابعته بشكل دوري في هذه الأيام. ما شاء الله دكتور، معروف مستشفى راشد يعني بأن قسم أمراض القلب الموجود فيه من الأقسام اللي تقدم خدمات نوعية. قبل فترة كنا حاطين أيضا نشرة خاصة عن أمراض الكهرباء القلب، يعني بعض الأشخاص ما يعرفون هل يعني أهمية أن الواحد يضبط كهرباء القلب في هذا الموضوع. صحيح. أني دكتور عن موضوع في شهر رمضان، هل في أعراض معينة عند مريض القلب إذا طلعت له لازم يكسر صيام مباشرة أو لازم يتوجه مباشرة أو أنه يتصل في الإسعاف مباشرة؟ سؤال جيد. الحقيقة معظم أمراض القلب اللي هم يكونون يعني على دراية بمرضهم ومتابعين بشكل دائم مع الأطباء أو في العيادات، بشكل أو بآخر هم تعودوا على نمط الأعراض اللي هم ممكن يتعرضوا لها. مثلا مريض ضعف العضلة القلبية، الأعراض اللي ممكن يتعرض لها هي ضيق النفس أو السعال أو عدم القدرة على أن ينام بشكل مستلقي بشكل كامل. لما تبدأ تظهر مثلا عند هاي الأعراض فهو يفترض أنه يتواصل مع الطبيب. في حال تعرض طبعا تواصل مع الطبيب وكان في عند هاي الأعراض في تفاقم، يفترض أنه هو يرجع أقرب مركز للطوارئ حتى يتجنب أن توصل الحالة لمرحلة متقدمة يستدعي عندها دخول المستشفى. دوما الأمور في بدايتها بتكون العلاج تبعها أبسط وما بيستدعي أكثر من زيارة بسيطة ممكن للإسعاف، فترة مراقبة يعني كم ساعة وبعدين ممكن يروح على بيته بشكل طبيعي. المرضى مثلا اللي عندهم نقص في التروية القلبية أو انسداد في الشرايين متعودين أن الأعراض اللي بتحصل لهم هي كمان نمط من الآلام الصدرية اللي بحس مثل ضغط في الصدر أو بحس الثقل. أيضا هون في عندنا مثلا توصيات لهؤلاء المرضى هو أنه لما يصيب مثل هاي الأعراض يفترض أنه يحط حبة تحت اللسان، نوع من موسعات الشرايين، أو أنه أحيانا مثل السبراي البخاخ اللي هو تحت اللسان. طبعا هنا هذا لازم يكسر الصيام تبعه، لأن حدوث وحدة من هاي الأعراض فهو مؤشر على أن في عدم استقرار في الحالة القلبية، فما لازم أنه يغامر ويكمل صيامه ويهمل مراجعة الطبيب أو يهمل العلاج اللي هو موصوف لهاي الحالة. دائما دكتور نحن نقول للجميع وليس فقط لأمراض القلب، جميع الأمراض لا تهمل أي عرض، وحتى لو باقي يعني ما باقي وايد على الإفطار، خصوصا الأمراض اللي عندهم أمراض القلب، أمراض السكر، هالأمور يعني ممكن الواحد يتعرض لشيء ما نبغى نقول مثلا يتأثر حياته أو صحته. تتفاقم الحالة. نعم صحيح. لذلك نحن دائما ننصح الجميع أنه يعني لا تهمل أعراضكم، حتى إذا الشخص كان ما عنده عندنا مداخلة دكتور، لو عندنا مداخلة. السلام عليكم. ألو. ألو مرحبا. هلا أخوي زعل. كيف الحال؟ تمام الحمد لله. أمي بقيت أشارك مع الدكتور الفاضل عندكم. تفضل. مثل أمراض القلب. تفضل. السلام عليكم دكتور. عليكم السلام والرحمة. أهلين. مبروك عليك شهر الجمهور العربي والإسلامية. طبعا كان عندي الجميع إن شاء الله. تفضل. عندي القلب فكنت تعبان وايد. سبت عند مستشفى دبي، كان بيسووا لي عملية. كان في دكتور مصري الله يذكره بالخير كمال الدين، الله يوليه الصحة والعافية، هذه طبعا تعتبر تروح حق أمه والله يرحمه حي وهو ميتين. تتعالج عنده كل مكان كنت تتعالج يقول عملية عملية. بس يوم تعالجت عنده قال قبل لا تقول لك عملية أعطاني أدوية وقال إن شاء الله الأدوية الطريقة اللي أقول لك، بس أنا يعني أخذ تعليمات الحرف الواحد. والحمد لله وشكرا الحين صار لي 8 سنين ما فينا العافية، بس كل 3 شهور راجعة. ما شاء الله. الله خير يعني الله يرحم والديه حي أو ميتين، يعني شكر يعجز الشكر عنهم. عرفت؟
الله. هو عند دكتور مال العيون بعد استراج بيسمونه واحد هندي. عرفت يعني صراحة يعني مستشفى زي ومستشفى راشد. بس الله سبحانه وتعالى يعني يجازيهم. راح أكلهم من صغير لكبير. الله يسلمك. يعني كل مكسر الطوارئ أو كلهم يعني أسير تعالج القلب أو العيون أو جهاز الهضم صراحة يعني بيعتبرون المريض كأبوهم ولا أخوهم. يعني هل كذا معاملتهم حسنة؟ هذا الشيخ استنى لكم طال عمرك في السموح منكم. الله يبارك فيك يا عم. الله يبارك فيك. مشكور الحقيقة. مشكور كثير يعني على الكلام. ونتمنى لك الصحة والعافية. والحقيقة حضرتك قدمت مثال يعني يحتذى في المتابعة الطبية. وهذا اللي يعني نتمناه من مرضانا جميعا هو عدم الإهمال في صحتهم. لأنه عدم المتابعة بيؤدي دوما إلى تفاقم الحالة المرضية من غير ما أن المريض ينتبه عليها. المتابعة مع الطبيب فأنت بتساوي التحاليل بشكل منتظم، تخطيط القلب، الفحص القلبي بشكل دائم، فأي شيء جديد بيطرأ بنتابعه من بدايته. ونتمنى لكم إن شاء الله العافية والسلامة وبارك الله فيك. هذا لا شك دكتور لأني هاي يتعالج أخذ هذا ما أخذ تعليم الدكتور ليش هاي يتعالج؟ طب دكتور يعني سبب أن الله سبحانه وتعالى يكون شافي الله. نعم. تعليمات الدكتور الواحد لازم يأخذ. بعض الناس ما يأخذون تعليمات يعني ليش تعالج وليش تخسر أمرك وتضيع وقت الآخرين؟ نعم. يعني هذا الفرق بين شو الدكتور يعني الواحد لازم الدكتور يعني أنا قلت لك في كل مكان مستشفيات والديزات في المكان قالوا العملية عملية 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 أخذ التلفزيون مستشفى دي وأنا غلطان ست مستشفيات الخاصة. أقول بكل صراحة يعني دكتور مو بعني اتهام لهم مو بزين لا بس يعني الشيء اللي شفت من مستشفى دي عرفت الدكتور كمال الدين الله يجزاه الله خير الله يرحم والديه عرفت يعني عالجني يعني 8 سنين قبل أسوي العملية قبل أسوي لك عملية مش العلاج هذا وإن شاء الله شفاك عند الله سبحانه وتعالى. مشكور أبوي زعل على مشكور أبوي زعل. إني عندنا أيضا اتصال ثاني من الأخ عبد الله. هلا أخوي عبد الله. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة. كل عام وأنتم بخير. وأنتم بخير. مبروك عليكم الشهر. علينا وعليك يا رب. ونسلم على دكتور معك. أهلا وسهلا الله يسلمك. كل عام وأنتم بخير مبروك عليكم الشهر. بخير بالصحة والسلام. الله يسلمك. عندي نقطة بخصوص الناس اللي فيهم الأمراض القلب. نعم. كون يعني مسجلين وعندهم سجل يعني دائما بزيارات يعني كل 3 شهور ولا كل فترة يعني زيارة يعني دورية. زيارات دورية. فحصل لي أنا قبل أسبوعين تقريبا أعراض بسيطة يعني وصرت العيادة فالعيادة حولوني إلى مستشفى يعني آخر. مثلا أنا مراجعتي دائما في مستشفى راشد. لما سبت العيادة ما شافوا سجلاتي قبل يعني وين أنا راجع يعني دكتور اللي أنا راجع فيها يعني عنده ما حولوني نفس المستشفى ودوني مستشفى دبي. فلما وصل أنا عارف حالتي يعني مسوي عملية وكذا تغيير شرايين. فلما وصلت مستشفى دبي أنا يعني لما قالوا لي خلاص ادمت يعني بنوم أنا يعني تقريبا قلت لهم لا أنا بطلع أنا بصير مستشفى اللي أنا راجع فيه يعني جلداتي كاملة هناك. كون الحين في 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 يعني ال ال في سجلات يعني في النظام في أي مكان ممكن واحد بس بعد ما أشوفه يعني هم كانوا مرتبكين يعني فهمت كيف؟
أنا يعني ارتبطت معهم فرفض، فطلبت خروجي بعد ما وقعوني بالأوراق وكذا. ونهار الثاني أنا صرت وين مستشفى لأنا أتعالج فيها، وكان الموضوع وايد سهل يعني. يعني ليش ما يكون هذا من جزء العلاج يعني؟ يعني حتى المريض يكون واثق من الشخص اللي يتعامل معاه يعني. يعني يسألني أسئلة مثلا يعني شو أدوية اللي تأخذها وشو هذا. أنا يعني من سنتين تقريبا أنا أخذ أدوية في النظام يعني. لو هم رجعوا في سجلاتي بيشوفون كل شيء كامل يعني. انزين طيب. اخوي وصلت الفكره. هاي النقطه يعني اخوي عبد الله، بناخذ ملاحظاتك ان شاء الله هاي وبنتواصل معك تحت الهواء. ايضا هناك اختلاف في التخصصات بين امراض القلب ايضا في دبي وراشد، لكن احنا بنتواصل معك بعد البرنامج ان شاء الله، ونشكر لان الوقت قاعد يداهمنا. بنتواصل معك ان شاء الله بعد البرنامج مباشره. وايضا نشكر الدكتور، شكرا دكتور اكرم على وجودك معنا. تقريبا الوقت قاعد داهمنا اصلا، خلص الوقت. احنا حاضرين بالعكس، حاضرين صبر ويانا شويه. انزين شكرا دكتور اكرم على وجودك معنا. دكتور اكرم جهاد، استشاري قسم امراض القلب في مستشفى راشد في هيئه الصحه بدبي. كل الشكر لكم، كل الشكر لكم، بامان الله. في نهاية حلقتنا نحب نشكر كل اللي اتصلوا فينا، وشكرا لأبوي زعل على الكلام الجميل والطيب في مستشفيات هيئة الصحة بدبي، وأيضا شكرا لأخوي عبد الله، ورح نتواصل معك إن شاء الله بعد البرنامج. نشكر أيضا في نهاية برنامجنا فريق الإعداد في هيئة الصحة بدبي، وأيضا فريق إذاعة نور دبي، مخرجنا وائل قواسمة، ومنسقتنا ميرا الغفلي. ودمتم بصحة وسعادة. صحة وسعادة.